بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الفيديو ده هو الفيديو رقم 2 في سلسلة حل كتاب My Friend Final Revision. بأكد على ملحوظة كده، أنصحك ما تشتريش كتب امتحانات غير لما الامتحان التجريبي ينزل. الامتحان التجريبي ده اللي هو نماذج الإجابات أو نماذج الامتحانات اللي هتنزل من الوزارة. ما تستعجلش عشان ما تشتريش كتاب غلط وترجع في الآخر تندم. السؤال دايما بيوصلني فحبيت أجاوبه على العام. أول سؤال معانا بيقول pay no attention، يعني لا تولي أي اهتمام to her إليها. To her bad moods، لحالتها المزاجية السيئة. She is a not old woman. هي delighted دي معناها مسرور أو فرحان. Cheerful دي معناها مبتهج، وهنحكي الموضوع دلوقتي عشان دي معناها في الوحدة الـ 12. Grumpy اللي معناها سيء المزاج، و hopeful اللي هو متأمل أو آمل. طبعا لا تولي اهتماما ل حالتها المزاجية السيئة، فهي شخصية جرامبي يعني سيئة المزاج. طيب عندنا في الوحدة في الجزئية دي كده في السؤال ده أول كلمة كده دي عندك كلمة delighted. delighted دي معناها سعيد أو مسرور. عايزك تعرف إن ده أنا هكتبه ده أنت خدته قبل كده ومطلوب منك. delighted دي زيها بالظبط كلمة pleased. pleased اللي معناها سعيد أو مسرور، يبقى الكلمات دي كده معناها مسرور. الحاجة التانية كلمة cheer دي كفعل معناها يهتف، يهتف فرحا يعني. وعندك تشير كده دي هتفة يعني هتاف يعني. وعندك الجمع بتاعها اسمه تشيرز هتافات. طيب عندي كمان كلمة اسمها تشيرنج كده بالاي ان جي، وانا هكتب جنبها نيوز عشان تعلمها. تشيرنج نيوز يعني اخبار مبهجة مفرحة يعني. امال ايه تشيرفول؟ تشيرفول دي معناها مبتهج يعني فرحان او سعيد. ده رقم واحد. عندنا كمان في السؤال ده كان في كلمة جرامبي، عايزك تربط الكلام ده مع بعضه كده عشان الكلام ده مطلوب منك. كلمة جرامبي جرامبي دي معناها سيء المزاج. حلو. طيب امال ايه جرامب؟ جرامب جرامب دي بيجي قبلها ودي معناها شخص سيء المزاج. عشان كده بقول لك دونت بي حاجة من الاتنين دول، دونت بي جرامبي ودي عبارة عن adjective، أو don't be a grump. ما ينفعش نقول don't be grump من غير a لأن دي اسم والاسم عايز قبله أو an. حتة تانية أمال إيه يا مستر؟ grumpy دي معناها سيء المزاج، بتساوي bad tempered. bad tempered يعني سيء المزاج برضو، وتساوي كمان على فكرة in a bad temper أو in a bad mood. طيب ده بالنسبة للكلمات اللي بتساويها. السؤال الثاني حاجة بقول لك this study هذه الدراسة not the fact that couples اللي هم الاثنين متجوزين جداد وكده يعني او اثنين بيحبوا بعض are keen to assist others. assist دي عندنا في الوحدة الاولى في الكلمات، عايزين نفتكرها كده مع بعضينا عشان احنا بنراجع وانا عايزك تبقى اعصابك هادية كده. كلمة assist دي معناها يساعد، بتساوي كلمة aid اللي معناها يساعد، بتساوي كمان كلمة help اللي معناها يساعد. الناس دي كده كلهم verb يعني فعل معناهم يساعد. طيب عندك بقى كلمة assistant ده noun اللي معناها المساعد، ولو قلنا مثلا assistance دي اللي هتساوي كلمة aid برضو، بتساوي كمان كلمة help. الناس دي كده noun معناها مساعدة. I need your assistance, I need your aid, I need your help، كلهم بمعنى مساعدة. طيب عندنا كمان في الجملة دي كان في ملحوظة تانية عايز اقولها لك. بقول لك الاول بس كده في الاجابه بقول لك ان هذه الدراسه هايلايتس بتبرز حقيقه ان الكابلز بيكونوا مهتمين بمساعده بعضهم البعض. اوعى تنسى وعلى تغافل عن الاتي، ان كلمه كين اون وبعدها اسم او اي ان جي ديت في زيها كين تو الفعل في المصدر، دي بتساوي انترستد ان معناها مهتم بي. بس خد بالك هما الاثنين قبلهم فيرب تو بي، وكمان بيتساوي كمان بي برضو زيها فوند اوف. دول معناهم كلهم هما الثلاثة كده معناهم مهتم بي او مولع بي. مولع بي على فكرة keen on reading او keen to read، interested in reading fond of reading، بس كلهم قبلهم فيرب تو بي. طيب ارجع بقى لجملتك كده وكمل. احنا هنا خدنا خلاص اول حاجه كده allies اللي هم الحلفاء، دي الحلفاء اللي هم حاربوا كده يعني حلفاء. rely يعتمد على وحرف الجر اللي بيجي معاه on.
رايز يعني تشرق. طيب او ينهض من فراشه. The story is a not account. القصة دي عبارة عن وصفا ايه للايفنتس ان ايرلي افييشن، للاحداث اللي كانت في الملاحة المبكرة او الطيران المبكر، يعني افييشن والملاحة الجوية الطيران. طيب انت عارف ان انت بتقول وصف حقيقي اللي هي اسمها فاكتشوال، من فاكت، فاكت يعني حقيقة، ده نون، لكن فاكتشوال معناها حقيقي، دي ادجكتيف، فاكتور يعني عامل. طب فراكشنال دي مش مطلوبة منك ومش هنترجم اللي مش لازمة. A full tree has not the root. شجرة ساقطة عملت ايه في الطريق لذلك احنا معرفناش نعدي منه، باص نمر. اكيد هي بلوكد معناها اعاقت او اغلقت. كلمة بلوك دي ممكن نحط مكانها كلمة هندر يعني يعيق او يغلق. طيب وما تنساش كمان كلمة شرانك اللي معناها ينكمش، طبعا الكراك ديت يقرقع او يكون في شروخ يعني مش لازم عندك. نوك عندنا مطلوبة منك، نوك اون ونوك ات، الاتنين دول معناهم يطرقوا على الكلمة اللي هكتب عليها معناها بالعربي يعني مطلوبة منك. from my point of، والله وجهة نظر اسمها point of view، يبقى انا عايز view اللي هي دي. طيب بعد كده رقم 6 people، people where، خد بالك عمك الحاج قال لك people وبعدها قال لك where، اصل people اسم دايما يعمل جمع. surprised الناس مندهشين. that their favorite، favorite يعني معناها مفضل، وعندك كلمة اسمها favoritism اللي هو معناها الوسطي، الواسطة، زي نيبوتيزم كده الواسطة او الانحياز. المهم ان العيب بتاعهم كان ايه، from the team. عندك كلمتين عايزك تعرفهم وتضيفهم عندك، طيب انك انت تعرف مصطلح اسمه to be included in the team، دي عكسها to be excluded from the team. يبقى to be، ركز معايا في الكلام ده كويس، to be included in لكن to be excluded from، الاثنين دول يعني بنستخدمهم في نفس العيلة، دي معناها ينضم، يتم ينضم الى، اسمه انضم للفريق، لكن دي معناها يستبعد من، يستبعد من الفريق مثلا. الراجل في الجملة بقى بيقول لك يا عم ان الناس كانوا ايه مندهشين ان اللعيب المفضل بتاعهم ايه from the team، يبقى اكيد omitted. omitted دي معناها حذف، وعايزك تأكد وتركز في الحتة دي كويس عشان احنا هنحتاجها دلوقتي حالا في اقل من دقيقة. كلمة omit يعني يحذف، زيها كلمة delete معناها يحذف، زيها زي ما قلنا اكسكلود معناها يحذف، زيها كمان ليف، بس ليف عايزه حرف الجر اوت. كل الناس دول معناهم يحذف، ديليت اومت واكسكلود وليف اوت، وكمان معاهم اي ريز، الناس دي كلها كده معناهم يحذف او يستثني او يستبعد. فانت هنا في الجمله بقى بيقول لك ان الناس كانوا مخضوضين يعني او مندهشين ان العيب بتاعهم المفضل ايه من القائمه، اكيد اوميتد من القائمه. طبعا كلمه سبميت يعني يسجل مش عايزينها، include يشتمل على او ينضم او يضم، permit يعني يصرح. طب the play was shortened، المسرحية تم تقصيرها by the knot of two scenes، عن طريق ان احنا عملنا ايه لفصلين او مشهدين. omission، omission دي اللي هو الحذف. طيب لكن mission مهمة، و creation خلق و addition اضافة، دول مطلوبين. don't be not by appearances، appearances دي اللي هي المظاهر، لا تكن ايه بالمظاهر، he is a good worker، فهو عامل جيد. understood معناها فهمة، believe يعني يصدق او يؤمن. طب misled معناها يضلل، mislead يضلل، ومنها الاسم misleading، وعايزين عند misleading كده ناخد بالنا من حتتين، عايز بس الاول تعرف كده ان كلمة mislead دي verb بمعنى يضلل، وبرضو mislead دي عبارة عن adjective معناها مضلل. طيب امال بقى misleading دي معنى، دي ناون بمعنى تضليل، لما نقول مثلا في جملة misleading، misleading youth يعني ايه ديت، تضليل الشباب، فكلمة misleading هنا معناها تضليل الشباب فهي ناون. طيب لما نيجي بقى نقول لك ايه، a misleading report دي معناها تقرير مضلل، فهنا عندي كلمة misleading في الجملة دي عبارة عن adjective يعني صفة. طيب في الجملة بقى الراجل بيقول لك ايه، لا تنخدع لا تضلل بالمظاهر، فهو عامل جيد. unfortunately لسوء الحظ، خد بالك unfortunately دي بنسميها ايه يا شباب، بنسميها adverb of sentence يعني ظرف جملة. his quotation الاقتباس بتاعه او الاقتباسات بتاعته are often taken out of context، بتتأخذ من سياقات، and are sometimes واحيانا inaccurate يعني غير دقيقة. امال الباقيين دول مطلوبين مني جدا. appropriate، appropriate معناها مناسب، دي معناها مناسب زي suitable بالظبط، و convenient برضو. reliable دي معناها موثوق فيه يعتمد عليه،
ديبندبل معناها برضو يعتمدوا عليه. اذا احنا قلنا ان الكلام ده مأخوذ دائما من نصوص، وهو في الغالب بيكون غير دقيق. It's clear that the company، من الواضح ان الشركة، has a not a keenest women، الشركة عندها bias يعني تحيز. اوعى تنسى bias دي تحيز اللي هو الناون، لكن في كلمة اسمها biased دي الادجكتيف اللي معناها متحيز. باصر، وخصوصا لما نجيب بعدها باي يعني عابر سبيل، وبيسز يعني اسس، وبروبوز معناها عرض او يعرض. نوت دايت، انه الرجيم اللي بيحتوي على كمية الطعام المناسبة بمقادير مناسبة. اكيد البالانس، بالانس معناها متوازن. طيب because my left eye is so weak، لان انا عيني الشمال ضعيفة جدا، فعيني اليمين عندها المفروض يعني انها تشتغل كويس علشان compensate، لكي تعوض النقص في العين اليمين. eradicate دي بتساوي كلمة up root يعني يقضي على، بتساوي كمان get rid of معناها يتخلص منه يقضي على، comment يعني يعلق، و contaminate دي بتساوي كلمة pollute ومطلوبة منك بمعنى يلوث. first reports التقارير الأولى of the air crash بتاعت التصادم الجوي، tell of more than 50 بتحكي لك ان في اكتر من 50 casualties يعني ضحية، زي كلمة victim بالظبط الكلمة دي معناها ضحية برضو. customs دي لها معنيين، معناها الجمارك لما نقول customs office يعني مكتب الجمارك، ومعناها عادات. طيب امال cosmetics اللي هي مساحيق التجميل، compact يعني يضغط، ولما نقول CD مثلا اللي هو compact disc كورس مضغوط. he was already being not by the police on suspicion of murder، بالاشتباه فيه ان هو قاتل يعني وكده، يبقى هو he is investigated يعني بيتم التحري معه. intend يعني ينوي. وعايزك تعرف هنا في ملحوظتين مهمين جدا. احنا مرينا على كلمه بوليس وقلنا انها، او كلمه بيبل قبل كده وقلنا انها كلمه اسم جمع دايما، كلمه بيبل، وعندك بوليس، الكلمتين دول جمع دائما، وركز في الكلام ده كويس، ده رقم واحد. في كمان حاجة في القطعة في الجملة اللي عايز اقول لك عليها، اللي هو كلمة suspect. suspect يعني يشك او يشتبه، suspect يشك او يشتبه. طيب ارجع كده بقى تاني لجملتك اللي فيها الدور، بيقول لك يا عم the government has not plans، الحكومة عملت ايه في خطط to create 10,000 new jobs، الحكومة عملت ايه في خطط. announced يعني اعلنت، هو في فرق بين announce وبين advertise. طبعا الفرق بينهم في ان announce يعلن عن خبر او قرار، لكن advertise يعني يعلن عن منتج او سلعة. طيب this story is not true، القصة دي مش حقيقية. I am sure he has put a، انا متأكد ان هو وضع a spin. spin دي معناها يحور في الكلام، ومعناها كمان تحوير او تلفيق، ومعناها يغزل. دوت القزم بتغزل، يبقى silk worm spins. طيب sustain يعني يستمر، من sustainable مستدام، stain معناها بقعة او وسخ يعني البقع او الاوساخ يعني. فبقول لك this story، القصة دي ليست حقيقية، انا متأكد من انه وضع عليها تزييفا. she grabbed his arm، هي جذبت ذراعه، and not him around to face her، بص هو واقف هنا كده وهي واقفة هنا كده، تمام، بيبص الناحية التانية، خليته لف نفسه وبص لها، هو لف حوالين نفسه، يبقى اسمها spin. امال امتى ناخد اوربت؟ لو احنا بنستخدمها بمعنى يدور حول شيء اخر. طب smuggle دي اللي هو المهربين يعني، وروين يعني يفسد او يدمر، او يدق او يفسد او يدمر، بتساوي كلمة spoil اللي معناها يفسد او يدمر او damage. there have been no not of following since the school applied tough new measures، بقول لك ليس هناك اي ايه على البلطجة منذ المدرسة اعلنت عن الاجراءات القوية بتاعتها. طيب تعال نشوف incidents يعني حوادث، مفيش حوادث بلطجة، طبعا انت عارف ان كلمة bullying بلطجة او تنمر يعني. application يعني تطبيق، هنقف معاها شوية. occur يعني يحدث او يكون موجود، وهابن يعني يحدث. حتة incident، حتة application دي عايزين ناخد بالنا من حاجة، ان كلمة apply الاول كده معناها يطبق، بتساوي كلمة imp لي منت، دول معناهم هما الاثنين يطبق. طب ابليكيشن، ابليكيشن دي لها معنيين، معناها استمارة التقدم لوظيفة، ومعناها عملية تطبيق شيء، ومعناها كمان تطبيق على
الفون، برنامج على الفون. لا عايزك تعرف ان ابلكيشن بمعنى استمارة التقدم على الوظيفة بيجي معاها فورم، فبنقول ابلكيشن فورم استمارة التقدم للوظيفة. طب عملية تطبيق الشيء زي كلمة يوزنج او امبليمنتنج. طيب لو معناها تطبيق على التليفون فدي احنا ممكن نختصرها بمعنى اب اللي هو تطبيق ابلكيشن يعني. طيب احنا كده وصلنا الجملة اللي بعد كده رقم 19، بيقول لك not are aimed، الهدف فيها ان هي موجهة للeducated middle and upper class، للطبقة المتوسطة والعليا من القراء، readership من القراء. دي مين؟ البرودشيت. lines يعني خطوط مش مطلوبة دلوقتي خالص، لكن lane في كلمة دايما بتيجي معاها اسمها cycle لين. سايكل لين دي معناها ايه؟ اللي هي مسار الدراجة. بالمناسبة كلمة لين عندك في منهج تابلويد اللي هي الجريدة الشعبية. طيب بعد كده I don't want to be a feminist but I would like to see more women in top jobs. خد بالك women دي جمع من كلمة woman اللي هي امرأة. طب كليم يعني يدعي، يدعي. والراجل بيقول لك انا لا ادعي انني مناهضا او مدافع عن حقوق النساء. طيب وعندك هنا بقى في ملحوظة عايزك تاخد بالك منها وهي مهمة، اللي هي ايه الملحوظة دي حضرتك؟ ان كلمة كليم يعني يدعي. كليم كده لوحدها كده، كليم ده فيرب بمعنى يدعي، لكن عندك كلمة اسمها اكليم بقى دي معناها ادعاء. طيب فانت هنا في الجملة بقى بتقول انا لا ادعي انني مدافع عن حقوق النساء، لكنني ارغب في ان ارى النساء في وظائف جيدة. الجملة اللي بعد كده the highest rates، اكبر معدلات، اعلى معدلات لل unemployment، للبطالة in the inner الداخلي urban areas، الاماكن الحضريه الداخليه. alter دي معناها يغير او يبدل، بتساوي كلمه change ودي مطلوبه منك عشانها في المنهج عندك. utter دي معناها اتحدث زي كلمه say كده. occur زي ما قلنا معناها يحدث ومعناها يوجد او يتواجد. طب prescribe يعني يوصف روشته وده مش مطلوبه منك. المهم ان اعلى معدلات البطاله بتحصل او بتكون موجوده في الطبقات الداخليه. He waited for a reply to his offer with not breath. انت حافظ المصطلح with bated breath معناها بفارغ الصبر، وعايزك تاخد بالك وترجع معايا كده زي الشاطر ان لما نقول with، لما نقول with bated breath دي معناها بفارغ الصبر او بلا صبر، دي بتساوي to wait انك تنتظر يعني impatiently، ان ينتظر بلا ان ينتظر بلا صبر. طيب ادخل بعد كده على رقم 23، بيقول لك ميني بيبول، الكثير من الناس. خدنا ميني لان بيبول اسم جمع زي ما اتفقنا، وير عشان هجمع، باي ذا فيلم وين ات فيرست كيم ات وازنت جود. الكثير من الناس صوديمو، شوكد معناها الصوديماء، تمام؟ كثير من الناس صوديمو بسبب الفيلم. امال ايه شيك بقى؟ على فكره شوك وشيك الاثنين عندك في منهج، بس تعالى اما اقول لك ان كلمه شوك كده اهو ده فيرب بمعنى يصدم، منها بقى شوك اللي هي كده دي معناها الصدمة. طيب وعندك كمان كلمة شوكينج اللي آخره اي ان جي، دي ادجكتيف معناها صادم. وعندك كمان كلمة شوكينج لي معناها بشكل صادم. طيب عايزك تاخد بالك بقى من الأمثلة اللي هقولها على الطاير كده. دونت شوك مي، لا تصدمني. وات يو سيد از ا ووز، او ووز يعني وات يو سيد ووز ا شوك، انما قلته كان صدمة. What you said was shockingly bad يعني كان سيء بشكل صادم. What you said was shocking إنما قلته كان صادما. طيب ارجع بقى الجملة ده كده، بيقول لك نعم I hate those who shared، أنا أكره أولئك الذين يتشاركون في أو يتدخلون في حياتي. إل إيه يا ترى؟ إن هو عامل في حياته يعني ruining تدمير، تشير يعني يبهج، وتشيرنج معناها مبهج، تشيرنج نيوز مثلا، كلير يعني يوضح، وتشو يعني يمضغ. فانت بتقول انا بكره اولئك الذين شير ان، يشاركون في تدمير حياتي. طبعا على فكره روينينج ممكن نقول مكانها سبويلينج او دامجينج. The government has taken a hard line on not of books، الحكومه اتخذت اجراءات صارمه فيما يتعلق بالبايرسي. بايرسي اللي هي القرصنه، رجع معايا كده زي الشاطر وخليك فاكر كلمه باي را سي دي ناون، لا يعد، اسم لا يعد، بمعنى القرصنه. طب امال ايه ابايرت؟ ابايرت دي معناها القرصان، اسم ولا صفه يا مستر؟ ما دام جبت لي قبلها اي يبقى اسم اكيد يعني. طب بايرت كده هو لوحديها معناها يقرصن يعني يسرق، معناها كده. طيب فانا هنا في الجمله بقى قلنا بايرسي 26
بيقول لك في 26 نوت كوبيز، النسخ الايه من الموسيقى، من شرايط الفيديو او شرايط الموسيقى او شرايط الكاسيت، الكل دول كده اسمهم باي ريتد. باي ريتد دي معناها مسروق او مقرصن معناها كده. طيب فانت هنا بتقول بقى يا سيدي ان النسخ البايرتد المقرصنه من عمل فني معين يعني ار فلودنج بدات تطفو وتملا الاسواق، كل ده الليجال يعني غير قانوني. طيب بعد كده بيقول لك ذا تيتشر المعلم ذات ذا ستودنت ادهير تو يعني يلتزم بيه، بتساوي كلمه ستيك تو يعني يلتزم برضه بيه، ان الطلاب يلتزمون بالقوانين التي هم ينبغي ان يطيعوها. يبقى المعلم ديموندد يعني طالبه، ما تنساش ان ديمون يعني طالب، واديموند خليني اكتبها لك عشانها مهمه برضو واحنا بنراجع، عايزك تعرف ان كلمه دي موند ده كده فيرب بمعنى يطالب. طيب الكلمه التانيه بقى ا دي موند ده ناون بمعنى طلب او مطلب، مطلب طيب مطالب الناس يعني. طب بعد كده بيقول لك justice insists that، العدالة تصر على أن الإيه at that high level be punished، بيقول لك إن العدالة بتصر على إن اللي مين يتم معاقبته أكيد a cheat اللي هو الغشاش. the trouble المشكلة was not on the internet، المشكلة في الإيه الموجودة على الإنترنت إن هي عمرها ما عمرك ما تعرف إذا كانت هي genuine أصلية ولا لأ. ما تنساش إن كلمة genuine أخت authentic وأخت original. المهم ان الكوتس المقتبسات محدش عارف، او المشكله في ان الاقتباسات على الانترنت بتكون غير اصليه. The reason he gave for his absence، السبب الذي اعطاه لغيابه كان fabricated. يعني ايه fabricated؟ يعني ملفق او مزور بصفه، عايز قبلها ظرف، والظرف الوحيد هنا عندك كلمه obviously بشكل واضح، ambiguously بشكل غامض، terrifically معناها بشكل رائع عظيم، فاكيد obviously الأسباب التي the reason he gave، الأسباب الذي أعطاها للغياب كانت obviously fabricated يعني مفبركة بشكل واضح. The English A of the novel is due for publication next year، بقول لك إن هي مستعدة أو جاهزة للنشر العام المقبل، الـ English version النسخة الإنجليزية من الفيلم. طيب I only had time to read the main or A of the newspaper، أنا كان عندي وقت فقط يكفي لقراءة الهيدلاينز اللي هي العناوين الرئيسية بتاعة الجريدة. لوكيشن يعني موقع، أمال إيه تايتل؟ تايتل دي معناها لقب الاسم زي مستر ودكتور وكده، وكلمة تايتل معناها لقب بطولة، البطولة، وكمان معناها عنوان كتاب، أمال أدرس؟ عنوان البيت ومعناها عنوان على الإنترنت. Poets use not whose sounds correspond، الشعراء بيستخدموا الريم اللي هي القافية واللي مش محتاجة ترجمة. طيب بعد كده بيقول لك you will need a variety of skills، ستحتاج مجموعة من المهارات including بما في ذلك بما يشتمل عليه مشتملا على القيادة والنيغوشيشن التفاوض. the newspaper not a list of the elected المنتخب school district officials، معناها ان الجريدة نشرت يعني published. طيب يا مستر ليه ما ناخدش spread، معه spread يعني ينشر، spread معناها ينشر او ينتشر للمرض والاخبار وكده. they deserve to be not of putting passengers at risk، هم يستحقوا ان هم يتم عقابهم على انهم وضعوا الناس في خطر، عكس العاقب يكافئ اللي هي award or reward. more than 85% اكتر من 85% من 85000 ايه من المجله، يبقى اكيد كوبي يعني 85000 نسخه من المجله. these men are accused of، الناس دول متهمين بيه كونهم متورطين في بعض الأنشطة الإيه ترى الإليجال يعني الغير شرعية أو الغير قانونية. في هنا ملحوظتين عايزين نعرفهم على السريع، تبتو إن هي to be accused of دي بتساوي to be to be con to be convicted، بس عندي كده to be convicted of برضو، وبتساوي كمان to be charged with، الناس دي معناهم كده يتهم بيه، فانت بتقول بقى ان هو غير قانوني فهو متهم. children who live in the country rural areas، الاطفال اللي عايشين في المناطق الريفية بتكون very not to be poor are very likely to be poor. يعني ايه be likely to؟ في مصطلح اسمه be likely to
تو دي معناها من المحتمل، او بدل من المحتمل معناها اكثر عرضة لي. طيب خلصت الصفحة دي. الصفحة الثالثة، ان suffered from depression، ان عانت من depression اللي هو الاكتئاب، and a number of other not problems، والعديد من المشاكل الايموشنال الاخرى. ايموشنال معناها صحي. The council has stated that المجلس أقر بأن the new plan، أن الخطة الجديدة will be not soon، will be put in place. To be put in place معناها يضع شيء في مكانه الصحيح أو ينفذ. Everyone should continue what he or she can، كل شخص لابد أن هو contribute يعني يساهم أو يتبرع بما يستطيع أن يتحمله، اللي هي afford، وafford بعدها طول مصدر. The college not have now made these classes obligatory، الايه بتاعت الكليه جعلت ان الكورس ده اجباري. اكيد الاوثوريتيز السلطات، لما نقول كوليدج اوثوريتيز معناها السلطات المحليه في الجامعه. Let's look at the map and work out the best mode، تعال نبص في الخريطه كده ونحدد افضل روت. روت اللي معناها طريق او مسار، رايت دي معناها متطرف، وريت معدل، وروت جذر. زاوديت المراجعه تهدف الى التعرف على المشاكل، and to not objective data، وان احنا obtain معناها يحصل على. على فكره كان ممكن نستخدم هنا كلمه collect اللي معناها يجمع برضو. at the end of the film، في نهايه الفيلم، the hero was successful and not secure، بقول لك في نهايه الفيلم البطل كان ناجحا و secure يعني مؤمن. ايه يا ترى؟ مؤمن دي صفه، وصفه عايز قبلها ظرف، وانا مش قدامي اصلا غير financially، بحس بمعناها مؤمن ماليا. بقول لك بعد كده if you will use not see that the room can be darkened and check your sight lines، بقول لك if you see if you will use، لو انت هتستخدم الاي تاكد من ان الغرفه يمكن ان يتم تظليلها سلايدز، اللي هي مقصود بها ايه؟ هنعمل الحيطه بكذا لون، ابيض اخضر واصفر وحاجات كده، بحيث لما نطفي النور الالوان دي تنور، فدي اسمها سلايدز. scientists need to be not when reviewing data، العلماء محتاجين يكونوا ايه عندما يراجعون البيانات؟ لازم يكونوا اوبجكتيف. يعني ايه اوبجكتيف؟ يعني موضوعيين. طيب زي نيوترال كده بالظبط. هير سبيتش جيف ذا نوت ذات، كلامها اعطى الايه؟ ان هي متحمسه للمشروع. اكيد امبريشن، امبريشن دي معناها انطباع. امال ايه اميرشن؟ اميرس معناها ينغمر فيه او ينغمس فيه. اميرشن اللي هو الغمر، انك تغمر الشيء بالميه. دايمنشن اللي هو البعد، وفيرجن ستار. ماي نوت ميموري is fine، ذاكرتي الايه كويسه جدا، بس انا ما عنديش فكره what I did this morning، انا مش فاكر انا عملت النهارده. النهارده دي يبقى ذاكره قريبه المدى، والراجل بيقول لك الذاكره بتاعتي بعيده المدى كويسه جدا وحسنه، لكنني I have no idea what I did، انا ليس عندي اي فكره بما فعلته هذا الصباح. ذا سايكل، من غير ما تكمل يا حاج، اسمها سايكل لين، اللي هو مسار الدراجات. It doesn't ايه؟ It doesn't matter to me. doesn't matter to me احنا قلناها زمان قبل ما الكتاب ده ينزل اصلا. كنا بنقول ايه يا شباب؟ كنا بنقول ان في حاجه اسمها it، حاجه اسمها it. it is not a matter، it's not a matter يعني انها ليست مشكله، دي برضو بتساوي it. doesn't it doesn't matter، ان هو ليس من المشكله ان. طيب ارجع بعد كده للجمله اللي عليها الدور، بيقول لك يا عم 53 كلمة ايه gives the meaning of، بتديك نفس معنى continuous. continuous معناها مستمر، يبقى انت عايز كلمة constant اللي هي دي، معناها مستمر او دائم. لكن instant معناها فوري، رابط سريع، و tremendous معناها هائل او ضخم او كبير الحجم. for being a public one، لان القضية دي قضية عامة شعبية، فالقضية was referred يعني تم احالتها الى الهاير كورد، محكمة أعلى. بقول لك in copying this document، لو أنت بتنسخ المستند ده be careful not to، خليك عشان واخد بالك وخد حريصا علشان ما تعملش إيه في أي أعمال في أوت، يبقى أنا ما ينفعش غير ليف عشان أوت. خد بالك ليف أوت بتساوي أوميت وبتساوي ديليت، بس ليف عايز أوت. طب a new government policy، سياسة حكومية جديدة on forestless فيما يتعلق بموضوع الغابات is not to be unveiled in April. unveiled معناها مكشوف، يبقى انت عايز تقول على وشك، اللي هي due to. due to ممكن نقول مكانها is about برضو to. as the not winter holidays arrive Christmas spirit up،
بيقول لك روح الصيف، روح الكريسماس بتظهر لما اللونج اويتد، لونج اويتد يعني الذي طال انتظاره. Our film has won the Zanot to issue the next version of this bestseller. بيقول لك الفيلم بتاعنا بيملك الحقوق بتاعة النشر. كلمة rights معناها حقوق. طب امال كلمة issue، issue دي معناها قضية. ده رقم واحد. رقم اتنين معناها عدد في مجلة او جريدة. طيب بيقول لك our firm قلناها the letter e في كلمة e-book، ده بيشير لكلمة electronic اللي هو الكتروني، ما بيشيرش لكلمة electric. طيب بعد كده 60 during the mid year the mid teens أثناء فترة المراهقة يعني أو الطفولة من adolescents left home to begin an إيه، العيال بيسيبوا بيتهم عشان يبدأوا apprenticeship تدريب مهني. she demanded يعني طلبت ذات زي apologize إن هم يعتذروا. كلمة demand يعني يطلب، بتسوي request اللي هي دي. this requires وهذا يتطلب more than factual knowledge، وهذا يتطلب أكثر من المعرفة الواقعية. عكس كلمة work factual الحقيقي، عكسها false او ممكن كنا قلنا كمان فيك. طب بايرتد معناها مقرصن، وبيور يعني نقي، وتايني دقيق. he spun his car round and went after them، يقول لك هو لف بعربيته وجري وراهم. في الجملة ديت كلمة spun معناها لف، بتساوي ترى straightened معناها يمشي بشكل مستقيم، untwisted يعني لا يلتوي، وreevolved اللي نفس معنى كلمة بالظبط spun. طب university has bias، الجامعة عندها تحيز bias و prejudice، عكسها بقى new nepotism، وعكسها كمان favoritism. بقول لك هنا your case is presently being investigated، قضيتك بتم التحقق فيها الآن. الكلمة اللي بتساوي كلمة investigate تتحرى examine، يفحص أو يتحرى، يبقى رقم إيه من غير ما نكمل. بقول لك a balanced diet، النظام الغذائي أو الرجيم المتوازن بيوفر لك النيوتريشن التغذية فور بودي. الكلمة اللي بتساوي كلمة بالانسد اللي هي متوازن هي كلمة هارمونيك، يعني كلمة هارمونيك دي معناها متوازن. طب this information is inaccurate، المعلومات دي غير دقيقة. another word for inaccurate، accurate دقيق. طب inaccurate غير دقيق، معنى كده ان هي misleading يعني مضللة. ما المعلومة اللي مش واضحة معنى كده ان هي معلومة مضللة. طيب بعد كده another meaning، معنى اخر لكلمة بايرسي، لكلمة القرصنة اللي هي بلاجيريزم. اونستي اللي هي الأمانة، وبالمناسبة بنقول ان اونستي عشان هي بادئة بحرف الأو اونستي. طيب بريزرفيشن اللي هو المحافظة، بريزير يحافظ، وبول بوليجم ده اللي هو زواج المتعدد يعني أو تعدد الزوجات. سنو ستورم عاصفة رملية، أغلقت الطريق. كلمة بلوك معناها يغلق، أول ما كنا بنحل في الأول بتساوي كلمة هندر قلنا يبقى هندر. ليبريت يعني يحرر، فاسيليتيت يعني يبسط او يمهد، وستوك معناها يخزن. السينونم كلمه سينونم، كلمه سينونم يعني كلمه شوكد، شوكد معناها مصدوم، يبقى اكيد استند. كلمه دي هما الاثنين معناهم مصدوم. في هنا ملحوظه، هو احنا خدنا كلمه شوكد او كلمه استند دي امتى؟ في القطعه لو انت فاكر اللي كان بيحكي عن الاقتصاد في الوطن العربي، وذكر لك مثال للراجل اللي كان عالم، العالم ده كان بيقول لك ان الدول دايما بتدي قروض للناس اللي عندهم مشاريع كبيره والناس اللي معاهم فلوس، لحد ما جه الراجل ده وبدا يدي قروض للناس الفقراء، وكانت بتبقى 60 سنت تقريبا على ما اذكر يعني. فبدا الناس ينتقدوه، العلماء الاقتصاد ينتقدوه، فهو استاند زين يعني ابهرهم. هي مين النيوز بيبر اللي فيها اللي بتكون فورمال للبرود شيت؟ I applied for the new job. المهم في الاخر بيقول لك with bated breath، متفقين على ان with bated breath دي حاجه بيكون وصفها حاجتين اتنين، بيكون nervous يعني متوتر، و excited متحمس. طيب تعال نشوف كده، بيقول لك ان كلمه with bated breath معناها no longer expect that I will get the new job، ما كانش متوقع ان احصل على الوظيفه. I'm waiting hopelessly، منتظر بلا امد او فاقد الامل. ولا I'm in a nervous، انا في حاله من النيرفس المتوتر يعني المتعصب، والاكسايت والمثار دي بتساوي كلمه بي باد تمبرد. ذا جورنالست الصحفي ووز بايست، يعني تم التحيز عليه عن طريق الايه، لما قال لك وضع القصه في الاول يبقى بليسمنت. الكونفكت، الكونفكت اللي هو المدان او السجين يعني او المتهم. بيهيفد ان ديس اونست واي، يعني تصرف بطريقه غير امينه. خد بالك ديس اونست، ديس اونست دي
adjective بمعنى غير امين. المهم كلمة behavior تصرف بتساوي كلمة act اللي برضو معناها تصرف. 75 بقول لك successful journalist الصحفي الناجح must be nosy، لابد ان يكون nosy. nosy معناها حشري، حاجة من الاثنين، يا اما inquisitive اما ان احنا نقول inquisitive او curious. طيب يبقى انا كده عندي curious and inquisitive، وبعد كده خلصنا الجزئية دي، بقى معانا الامتحان. هنحل الامتحان برضو لوحده، وعايزك تمشي على الجدول اللي انا نزله على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.